عندي كلمة. وين ماشي؟ والله ما نعرف. هذا شنو تنجم تكون راو إجابة؟ واحد قاعد في السيارة متاعه ويسوق وهو ماشي ماشي قدم ويسوق من غير ما يعرف وين ماشي. هذه إمكانية واردة، واحد يكون في سيارته وهو ماشي ما يعرفش على روحه وين ماشي، وينجم هذا السائق يوصل لطريق مسدود أو لحافة هفوف، وبما أنه هو ما كانش يعرف وين ماشي فكل شيء وارد بالنسبة ليه. الحقيقة هذا الإحساس اللي عند عديد المواطنين اليوم وقت اللي يشوفوا كيف تقال بعض القرارات وكيف تقاد البلاد، وهذا إحساس مفهوم في ظل أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة مع فقدان عديد المواد الأساسية في الأسواق. ويجي قانون المالية اللي يكشف بالأرقام مدى صعوبة الوضع، خاصة وأن الحكومة حتى باش تتسلف 15 مليار دينار من الخارج في سنة 2023. نعم، 15 مليار في سنة 2023 من الخارج. وين ماشيين؟ هذا هو السؤال. المواطن اللي هو دافع الضرائب اليوم، راهو نذكروا اللي أي مولود يوصل للدنيا فهو مدين ب10,000 دينار. المواطن طالب الفهم، طالب تفسيرات، طالب الوضوح، طالب الشفافية. المواطن يسمع في كل شيء ونقيضه، يسمع في أرقام متضاربة. المواطن عنده الحق يخاف على وضعه، على عائلته، على مستقبل صغيراته، خايف على صحته، على قفته، على الرتريت متاعه، خايف قديش باش يدفع. السلطة يلزمها تكون واعية اليوم بكل هذه النقاط، يلزم تنصت لمواطنيها وتطمنهم، وباهي أنه اليوم الحكومة أو جزء منها يخرج أمام الصحفيين، أمام يعمل ندوة صحفية، الحكومة تعمل ندوة صحفية للحديث عن القانون المالية. ولكن لا يكفي هذا، لأنه المواطن يحب إجابة عن سؤال وين ماشين. هذا قانون اللعبة في الديمقراطية، وأحنا في نظام جمهوري باهي أنه نفكروا لعل نسي البعض. من جهة أخرى وفي علاقة بقانون المالية، رغم بعض الإجراءات الإيجابية فما عديد الإجراءات غير المضبوطة، وما لقيناش مثلا توسيع القاعدة الجبائية باش نوصلوا لقانون مالية يكرس العدالة الجبائية. ومن أهم مبادئ الدول الديمقراطية هي العدالة، وخاصة منها الجبائية. مبدأ الدول المتقدمة والمتحضرة هي أن كل المواطنين سواسية أمام الجباية، رغم أن الجباية مهما كانت ومهما كانت قيمتها تبقى إجراء سلبي. لامبو est infailliblement nuisible كما يقول بنجامين كونستان. الدولة اللي ما عندهاش مداخيل وما عندهاش تصورات وبرشة حلول تلجأ لشنوة؟ تلجأ للجباية. نرجع إلى سؤال البداية وهو وين ماشين. رئيس الجمهورية عنده طريقه وهو المواصلة في مشروعه، والمحطة القادمة بالنسبة لي هي الدور الثاني للانتخابات. ولكن هل سينصت الرئيس إلى دعوات للحوار مع المنظمات الكبيرة؟ هل سينصت الرئيس إلى خبراء الاقتصاد بجميع اختصاصهم؟ هل سيذهب في خيار حكومة مصغرة، حكومة طوارئ اقتصادية؟ هل سيذهب إلى إجراءات للحد من الفقر؟ هل سيتحدث بأكثر صراحة؟ وهل 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 وين ماشي؟ يبقى هذا السؤال.